في فتوى من سماحة الشيخ سيد طنطاوي في مصر بجواز يعني فوائد البنوك، فبيقول الشيخ استند على رأي فقهي يقول أن هناك رأيان في مسألة البنوك، رأي يعني يحدد الفائدة مقدما، ورأي يجئ هذه لا يحدد الفائدة، فهو بان فتواه على الرأي الذي يحدد الفائدة مقدما، فيسألون الإخوة هل هذا رأي معتبر يعني له مستند من الشرع ولا هذا اجتهاد من الشيخ جزاه الله خير؟ الذي نرى أنه ليس له مستند من الشرع وأنه غلط، لأن الربا هو الزيادة، سواء كانت الزيادة فيها مصلحة للجميع أو لا. بعض إخواننا من العلماء المعاصرين يقولون إن الربا الاستثماري في مصلحة للآخذ والمعطي، الآخذ مصلحة يزيد ماله يعطي ألفاً ويأخذ 1200، والمعطي للربا يستفيد بأنه يأخذ هذا المال ويشتري به مثل معدات يعمل فيها أو إنشاء مشروع أو ما أشبه ذلك، فيقولون هذا فيه فائدة للطرفين. والشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتكميل المصالح وتحصيل المصالح، والربا أصل مبني على الظلم لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فهمت؟ هذه نظرية يعني ما نقول فيها شيئا، لكن إذا كانت تخالف النص وجب إبطالها، لأنه لا يمكن أن تستقيم النظريات مع مخالفة النص، وإلا لاستقام لإبليس دعواه أنه خلق من نار وآدم من طين، على أن الطين خير من النار، يعني حتى أصل قياس إبليس خطأ. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بتمر جيد فقال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الغد والصاعين بالثلاثة، هل في هذا ظلم؟ أسألك أنت أيها السائل، في ظلم؟ أعطيتك صاعين رديئين قيمتهما 10 دراهم وأعطيتني صاعا جيدا قيمته 10 دراهم، فيه ظلم؟ الظاهر والباطن ما في ظلم، هذا لو بعت بالسوق أخذت 10 والاثنين لو بعت بالسوق أخذت 10، ما في ظلم. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا رده، فقال هذا عين الربا وقال رده وقال أوه أتوجع من هذا العمل، ومع ذلك ليس فيه ظلم وفيه مصلحة، فأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هو عين الربا. بهذا نعرف أن الفتوى التي أشرت إليها وما قاله بعض المعاصرين فتوى غلط ليست بصحيحة، والربا الاستغلالي الظلمي والاستثمار المصلحي كلاهما حرام.